مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في هذه الحلقة من برنامجكم اليومي 30 دقيقة. كالعادة نتوقف عند بعض الفعاليات، بعض الأنشطة هنا وهناك في دولة الإمارات العربية المتحدة، أخبار سريعة وأيضا جدول الفعاليات. نبدأ حلقتنا من خلال العناوين. تشاهدون الليلة مشاريع عمرانية لدبا الحصن، ورش عمل بمنتدى الاتصال الحكومي، الكرسي الأخضر بجلسات المنتدى، كونوا معنا. البداية سوف تكون من خلال الأخبار السريعة والمدينة الفاضلة، مدينة دبا الحصن. عندنا تقرير عن مدينة دبا الحصن وبعض المشاريع، لكن هذا الخبر السريع الآن يتناول تكريم لعدد من الموظفين في مدينة دبا الحصن، تقريبا 124 موظف. قام سعادة تميم سالم الريامي رئيس المجلس البلدي في دبا الحصن وعبد الله بن يعروف مدير الديوان الأميري في المدينة بتكريم مجموعة من الموظفين ساهموا بشكل كبير في إنجاح الفعاليات المختلفة التي جرى تنظيمها العام الماضي في مدينة دبا الحصن. وطبعا هذا التكريم يأتي من باب دعم هؤلاء الموظفين، رفع معنوياتهم، أيضا يعزز هذا التواصل البناء بين جميع المؤسسات في دوائر حكومة الشارقة وأفرعها بشكل خاص في مدينة دبا الحصن. الخبر الآخر يذهب بنا إلى مدينة عجمان وانطلاق فعالية ونشاط مرتبط بحقوق الملكية الفكرية. هذه الفعالية عبارة عن ندوة تحت رعاية الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان. سوف يتم التطرق إلى معرض وأيضا إقامة ندوة حول حماية الحقوق الفكرية تحت شعار يدا بيد للحد من التزوير والتقليد التي ينظمها مركز وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. طبعا هذا الموضوع موضوع جدا مهم، وربما الجهد الكبير والشكر موصول إلى مجلس الإمارات لكتب اليافعين وأيضا جمعية الإمارات للناشرين برئاسة سمو الشيخ أبو دور بن سلطان القاسمي اللي عززت مثل هذا المفهوم فيما يتعلق بالحماية الفكرية في دولة الإمارات. الخبر الثالث إلى القصبة، هيئة كهرباء ومياه الشارقة تنظم وتقيم مدينة الترشيد النموذجية. هذه المدينة تشمل مجموعة من الزوايا تحتوي على إرشادات وأيضا بعض الفقرات المسرحية، بعض الفقرات من الألعاب والمسابقات، يعني الفكرة كلها من أجل إيصال هدف وهو ترشيد استهلاك الكهرباء وأهمية هذا الموضوع. وطبعا هذه المدينة تنفذها الهيئة على ضفاف القصبة تقريبا للمرة السادسة على التوالي، ومثل ما قلت يعني هناك سلوك يجب تغييره أو محاولة تغييره، وهذه البرامج التي تقوم بها هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتوجيه من مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة. الخبر الآخر حول مجلس الشارقة للتعليم، هذا المجلس الذي دائما ما يبادر بإقامة مجموعة من النشاطات والفعاليات التي تعزز وتدعم قطاع التعليم في إمارة الشارقة، والخبر هنا يتناول 127 عيادة مدرسية تم تجهيزها بالمعدات الصحية والطبية التي تحتاجها. كشفت عائشة سيف أمين عام مجلس الشارقة للتعليم أنه تم تجهيز 127 عيادة مدرسية في الفترة السابقة فيما يتعلق باحتياجات هذه المدرسة من معدات وغيرها. هذا الخبر الأخير الذي كان لدينا في هذا اليوم. نذهب إلى جدول الفعاليات. جدول الفعاليات الحمد لله حافل. البداية سوف تكون من قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات هنا في الشارقة، وانطلاق جائزة الشارقة للأسرة الرياضية، جائزة الشارقة للأسرة الرياضية. هذه الجائزة سوف تنطلق بدعم ورعاية حرم صاحب السمو
حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وهي أيضا رئيسة جائزة الشارقة للأسرة الرياضية. المراسم، مراسم هذه الجائزة سوف تنطلق غدا بحضور وزير التربية والتعليم، وزير الشباب والثقافة وتنمية المجتمع، أيضا وزيرة الشؤون الاجتماعية، وطبعا بيكون متواجد مجموعة من رؤساء الدوائر والمؤسسات. وسوف إن شاء الله تستمر هذه الفعالية، وسوف تنطلق إن شاء الله غدا في الفترة الصباحية. هناك مهرجان نذهب إلى أبوظبي هذه المرة، هناك مهرجان يوم المرح للصحة واللياقة 2013، سبق أن تحدثنا عن هذا اليوم لكن قرب موعده، وبالتالي سوف يكون في يوم الأحد 3 مارس ويستمر إلى 4 مارس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. هناك أيضا مؤتمر دولي لمعرض باركنسون وأعصاب وأمراض الأعصاب، هذا المعرض سوف ينطلق في دبي في 1 مارس، ويهدف طبعا هذا المؤتمر لمناقشة أمراض الأعصاب والأمراض المتعلقة بالخلايا العصبية وإتاحة المجال للمتخصصين في علوم الأعصاب من كل أنحاء العالم. إذن هذه الأخبار السريعة وأيضا جدول الفعاليات مشاهدين الكرام تناولناها بشكل سريع في إطار حلقتنا. الآن سوف نذهب إلى فاصل، لا تذهبوا بعيدا، فلدينا تقرير حول المدينة الفاضلة مدينة دبا الحصن. أهلا بكم، عدنا من جديد، وكنت قد وعدتكم حول تقرير عن مدينة دبا الحصن، حيث زار صاحب السمو حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مدينة دبا الحصن الأسبوع الماضي، تفقد مجموعة من الأماكن، وأيضا وجه بدعم مجموعة من المشاريع وتنفيذها. نشاهد هذا التقرير. فرحة عارمة عمت أرجاء مدينة دبا الحصن، فالأب الحاني والقائد والمعلم قد قدم إليها حاملا معه بشارات عبرت عن خالص حبه وتقديره لأهاليها، وذلك في زيارة مميزة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. مشاريع عمرانية وبنى تحتية يتم تنفيذها ستخرج بمخرجات كثيرة لهذه المدينة لتكون مواكبة للتطور والرقي والازدهار الذي تعيشه الدولة، وذلك كمشروع الطريق الدائري الذي سيخدم المدينة ويخلصها من أي اختناق مروري كانت تعانيه من قبل. قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بزيارة إلى مدينة دبا الحصن، واستقبل المواطنين وأعيان المنطقة، وتفقد العديد من المشاريع التي تقام في مدينة دبا الحصن. تفقد من خلال صاحب السمو طريق الدائري وأوصى بسرعة تنفيذه حتى يتم تسليمه إن شاء الله، ومتوقع تسليمه خلال الربع الأخير من هذا العام. جاءت البشارات إذن مع حاملها، فقد أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بإقامة فرع لجامعة الشارقة في المدينة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تنموية لتكون دبا الحصن المدينة الفاضلة، ترميزا آخر لزمن لا يقبل بأقل من المثال. صاحب السمو وجه بمساعدة المواطنين حسب حاجاتهم، كل من اختصاصه، الأراضي يوفر لهم أراضي والمنازل توفر لهم منازل، وبالإضافة إلى المشاريع، مشاريع الخدمية اللي هي القناة ومبنى حافل مكتمل على امتداد القناة ومول ومستشفى واستكمال الشارع الدائري إن شاء الله، ودراسة لتغيير الإنارة في عقد الفريد. هذا وتعد زيارة صاحب السمو حاكم الشارقة بمثابة غيث لهذه المدينة، والتي تحولت بفضل توجيهات سموه إلى واحة يشار إليها بالبنان، بما تحويه من مناظر جميلة خلابة، لتقدم هذه المدينة رافدا آخر من روافد النماء المادي والروحي لإمارة الشارقة.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى. طبعا شاهدنا مدينة بالحصن، هذه المدينة الفاضلة وتلك المشاريع التي تنفذ الآن هناك. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، ونشاهد السنة القادمة يعني المدينة تزداد جمالا وتزدهر أكثر وأكثر بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بتوجيهات من صاحب السمو ودعم واهتمام من قبله. نذهب الآن بكم إلى منتدى الشارقة للاتصال الحكومي الذي أسدل الستار عنه بالأمس، ويعني الكل انبهر بهذا المنتدى، الكل كان يشيد بالتنظيم بالحضور وغيره. وحول هذا الموضوع سوف نتحدث، ولكن بنوع من الخصوصية هذه المرة، سوف نتحدث بنوع من الخصوصية لكن بعد الفاصل إن شاء الله. ورش عمل بمنتدى الاتصال الحكومي، الكرسي الأخضر بجلسات المنتدى، كونوا معنا. الخصوصية اللي أبغي أتكلم عنها ربما تتناول الكرسي الأخضر بشكل خاص، وحوله سوف نتحدث مع الطالبتين من كلية الاتصال بجامعة الشارقة، الأخت زينب الطويل أهلا وسهلا. أيضا نرحب بالأخت محبوبة عبد الرحمن، مرحبا وسهلا، حياكم الله وشرفتونا في برنامج 30 دقيقة. في البداية أبدأ معك أخت زينب، منتدى الشارقة الاتصال الحكومي، كونكم طلاب في الجامعة، أن يقام مثل هذا المؤتمر أو مثل هذا المنتدى وقريب منكم، تشوفون هالنخبة الكبيرة من الإعلاميين السياسيين، شو يمثل لك هذا المنتدى؟ أولا أشكر الدكتور عبد الرحمن عزي عميد كلية الاتصال على منح لنا شرف أن نسير ونشارك الكرسي الأخضر. ثاني شيء، نحن مثلنا فئة الشباب، في نفس الوقت مثلنا أنفسنا ومثلنا جامعة الشارقة بعد، أعتبرها خبرة لي للمستقبل إن شاء الله. تعتقدين أن يعني هذا الشيء أفادك من ناحية تشوفين هذه الإعلاميين اللي كنت ممكن ما تشوفينهم إلا في التلفاز وكبار، وأيضا مجموعة من السياسيين، النقاشات بينهم، الجلسات وغيرها؟ أكيد النقاش فادني وايد، وأحس حتى الأشياء اللي كانوا يتطرقون لها كانت أشياء مفيدة صراحة. حصلتي فرصة أن تسألين؟ لا الصراحة، ما حصلتي من كثر الجمهور. الله يعطيك العافية. أخت محبوبة، يعني ما شاء الله عليك، أنت كنت من ضمن الطالبات أو الطلاب اللي جلسوا على الكرسي الأخضر، الكرسي الأخضر المخصص لطلب الجامعيين لكي يبدوا يعني آرائهم أفكارهم ويشاركوا في النقاش. حدثينا عن شعورك في البداية في أثناء جلوسك على هذا الكرسي الأخضر ومجموعة من الشخصيات المهمة موجودة جنبك. في البداية حبيت أشكركم بسبب تنظيم هذا البرنامج الرائع اللي يغطي الفعاليات المختلفة على مستوى الدولة، وأشكر جامعة الشارقة خاصة كلية الاتصال لأن هي أعطتنا الثقة الكافية حتى نشارك بمنتدى الاتصال الحكومي ونمثل فئة كبيرة من الشباب، نوصل آرائهم وطموحاتهم واقتراحاتهم. في البداية قبل ما تبدأ الجلسات ما كنا متوترين، بس مع اقتراب وقت الجلسة حسيت أن التوتر قام يزيد، بس أول ما خلاص قعدت على الكرسي الأخضر وشفت الجمهور حسيت يعني سبحان الله بارتياح وما كان في أي توتر. وحتى قبل الجلسة تكلمنا مع الإعلامي جورج قرداحي وتعرفنا عليه، فهالشيء ساهم بشكل كبير أن التوتر عندنا يقل الحمد لله. بالنسبة الآن لك أستاذة محبوبة، يعني وأنت يعني شوفين نفسك طالبة، ولكن هذه الثقة اللي يعطيكم إياها منتدى الشارقة الاتصال الحكومي في أنكم تبدون رأيكم، تتكلمون، تناقشون هذه المجموعة من النخب الإعلامية السياسية الدوائر الحكومية، كيف تقدرين تقولين أن هذا المنتدى أضاف لك في هذه الفترة، هذا اليومين فقط؟ منتدى الاتصال الحكومي ساهم بشكل كبير أن نتعرف على مفهوم الاتصال الحكومي وأهميته، وكيف أن الحكومة تتواصل مع الشعب وكيف الشعب يتواصل مع الحكومة، وأبرز الأساليب التقنية الحديثة المستخدمة في التواصل. المنتدى ساهم أيضا في أن نتكلم أمام جمهور كبير، نتكلم أمام شخصيات كبيرة بحضور سمو الشيخ أيضا سلطان بن أحمد القاسمي. هذا الحضور والتحدث أمام الجمهور ساهم بشكل كبير، ما أن نحن طالبات كلية الاتصال أن الثقة تكون عندنا زايدة ونتكلم بشكل أكبر قدام الجمهور. ممتاز. أخ زينب، تخصصت بالضبط في كلية الاتصال شو؟
علاقات عامة. علاقات عامة، أنتم دوركم كبير جدا في العلاقات العامة من ناحية تنظيم ترتيب وغيره. عملية التنظيم، مشاهدة يعني المجموعة اللي كانت تنظم وترتب، تقسيم الضيوف وغيره، تعتقدين أن هذا الاحتكاك يعني أعطاك تجربة؟ كان مميز صراحة التنظيم أمس، من اللوجو، من الشعار، من الألوان، من التنظيم، الجلوس وغيره، كله كان مميز. ضاف لي أيضا أن شفت كل الأشياء، يعني شفت الكونترات على أساس الزائر غير، والمتحدث غير، كبار الشخصيات غير، صراحة كان مميز. في تجربة مرتبطة بالعلاقات العامة وأيضا تنظيم مثل هذا الحدث. فكرة على فكرة مشروع التخرج أنه يكون عن منتدى شرق اتصال حكومي وعملية تنظيم فيه. إذا تسمحون لنا نأخذ هذا التقرير عن الجلسات أو الكرسي الأخضر بشكل خاص الآن، وبعد ذلك بنشوف تقرير الجلسات. هذه الاستراتيجيات التي نحن من خلالها نستطيع أن نتواصل مع الحكومات، مع وسائل الإعلام ومع الجمهور، هل يتم وضعها من قبل جهات خارجية خارج المنظمة أو من خلال المنظمة نفسها؟ الكرسي الأخضر هو مقعد مخصص لطلبة الكليات والجامعات الحكومية ليشاركوا من خلاله ومن فوق المنصة لجلسات المنتدى وحواراته القائمة ومناقشاته مع الحضور، ليقدم المشاركون تصوراتهم وآرائهم بالمشاركة باعتبارهم ممثلون لفئة الشباب من المجتمع. وهذه الفكرة هي من جديد منتدى الاتصال الحكومي للعام 2013 في دورته الثانية. كانت المشاركة الفاعلة للشباب على مدار اليومين في الجلسة الأولى والثالثة من أجندة اليوم الثاني لمنتدى الاتصال الحكومي، عنوانها التواصل الاستراتيجي أكثر من مجرد خطة عمل في مركز إكسبو الشارقة، والتي شارك فيها كل من دكتور عبدالله جودة رزق الله المدير التنفيذي لقناة الرسالة الفضائية، والدكتورة حصة لوتاه أستاذ مساعد قسم الاتصال الجماهيري جامعة الإمارات، ومريم بن فهد المديرة التنفيذية لنادي دبي للصحافة، وزافين قيوميجيان أعلامي في تلفزيون المستقبل اللبناني. وأدارها الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيوني المعروف جورج قرداحي. كانت المشاركة الفاعلة لطالبات جامعة الشارقة من كلية الاتصال قسم العلاقات العامة. نحن معنا ممثلة الطلاب، ممثلة الشباب، أهلا وسهلا، شو الاسم الكريم؟ معكم الطالبة محبوبة عبد الرحمن محمد من كلية الاتصال قسم العلاقات العامة سنة ثالثة من جامعة الشارقة، ليسلط الضوء على الأركان الأساسية للتواصل الاستراتيجي مع مختلف الإدارات في وحدة الاتصال الحكومي. وإن كانت هذه البادرة هي جزء من التوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتفعيل مشاركة الشباب بآرائهم في مجتمعاتهم، فهم قادة المستقبل. أهلا بكم مرة أخرى أخت محبوبة، شاهدنا ما شاء الله الثقة وانت تتكلمين في أثناء المنتدى، عن شو بالضبط كان محور نقاشكم مع الأستاذ جورج قرداحي ومجموعة من الإعلاميين؟ الجلسة كانت بعنوان التواصل الاستراتيجي أكثر من مجرد خطة عمل. كانوا في هذه الجلسة يتكلمون عن الاستراتيجيات، استراتيجيات التواصل مع الجمهور، مع الحكومة، وأيضا من خلال الجلسة قمت بطرح أسئلة الشباب لهم عن أن من الذي يقوم بوضع هذه الاستراتيجيات، هل يتم الاستعانة بجهة خارجية عند وضع هذه الاستراتيجيات، وهل المنظمة هي وحدها من تقوم بوضع هذه الاستراتيجية أم تستعين بالعاملين فيها. والسؤال الأخير كان يركز بشكل كبير على فئة الشباب، أن هل الشاب عندما يتخرج ويكون في سوق العمل هل يعطونه الفرصة الكافية أن يساهم في إبداء رأيه حول استراتيجية معينة في المنظمة، هل يساهم في صناعة القرار، أم أن تكون المشكلة والعائق اللي موجود أمامه؟ كيف لقيت الأجوبة حول هذه التساؤلات يعني؟ الحمد لله حسيت أن أجوبتهم كانت تطمن، بحيث أنهم قالوا أن المنظمة أساس نجاحها الاستماع إلى رأي العاملين ومشاركتهم، وأن الشباب هم العنصر الفعال في المجتمع.
والشباب إذا أعطيناهم الفرصة الكافية يقدرون يطلعون كل ما هم يطمحون له بكل إبداع وتميز. أخ زينب، بالنسبة لك أكثر الجلسات اللي شدت واللي شفتي فيها نوع من يعني المرتبط أكثر بفكرك يعني رغبتك في الدراسة إلى آخره؟ جلستنا اللي هي عن الاستراتيجيات، عسف جين اخترتها هي. هي تتكلم عن الاستراتيجية أكثر، وكيف أن المنظمة تساعد أن الطبقة العليا كيف أن تساعد الموظفين يشاركون في صنع القرار. هذا يأثر طبعا أكيد في عمل المنظمة وتوصيل الرسالة الصحيحة للوسائل الإعلام. طيب الآن أحيانا يقول لك لما أنا أدرس في الجامعة والطالب يدرس في الجامعة يدرس شيء أكاديمي، بس لما يشوف الأشياء في الواقع تختلف شوية، فكيف وجدتي الحديث لما سمعتي النقاشات؟ هل وجدتي اختلاف عن اللي تدرسونه، أو هناك واقع أكثر أهمية أكبر؟ لا نفس الشيء، لأن أصلا الشغل ما إلا بالأساس العلمي. الأساس العلمي هذا اللي وضحته حصلوته. هي دكتورة في جامعة الإمارات، فأصلا أي شيء عندك لازم يكون عنده أساس علمي، وبعد ذلك ان الطبقه عمليا في التنفيذ. يعني وصل الهدف لكم كطلاب انكم تستفيدون من هذه الجلسه بشكل خاص. ممتاز. تسمحون لنا ناخذ فاصل ثاني؟ اكيد ناخذ فاصل ثاني مشاهدينا الكرام، بعد ذلك نكمل مشوارنا مع الاخت زينب الطويل وايضا محمود عبد الرحمن. اهلا بكم ايها الاعزاء مره اخرى، لازلنا في منتدى الشارقه للاتصال الحكومي، وايضا نريد ان نطلعكم على بعض ما دار في الجلسات على مدى يومين. نتابع هذا التقرير. دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة أدركت أهمية الشراكة الحقيقية عن طريق التواصل بين كافة لحم المجتمع، فكان التلاقي بين القادة وأبناء الوطن مثالا تطبيقيا داعما لكل القادة في مواقعهم الرسمية ومع كل المتغيرات الحديثة السياسية والمجتمعية والمعلوماتية والتي تغلف عالمنا الحديث. بات التواصل الفعال هو غاية ينبغي تحقيقها، ومن ثم فإن أسس الاتصال الحكومي يجب أن تواكب كل هذه المتغيرات لتتلاقى مع جماهيرها بحثا عن خطاب جديد ومن شارقة الابتكارات. وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي كانت الانطلاقة لمنتدى الاتصال الحكومي، لتقام ورش العمل المصاحبة لجلسات المنتدى على مدار يومين. من منطلق دعم إدارات الاتصال في الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة وتطوير الكوادر البشرية لتحقيق القدرة على المنافسة والتميز، وبمجموعة من أفضل خبراء الاتصال في العالم عن طريق 2454، وبحضور غفير من موظفي المؤسسات الحكومية والمشاركين بالمنتدى لتلك الورش، وجدت بأن الحضور مهتم متابع، يريد فعلا أن يكون هناك دائما ورشات عمل حاضرة في هذه المنتديات، وهذا شيء إيجابي جدا بالنسبة إلينا، بهدف تدريبهم على المهارات العملية المطلوبة للخروج بأدوات يمكنهم الاستفادة منها في عملهم اليومي ورؤيتهم الشاملة لاستراتيجية مؤسساتهم. في اليوم الأول كانت ورشة العمل الأولى الخطابات الإعلامية، فن خطابة أم رسائل؟ ورشة العمل كتير متخصصة بموضوع فن الخطابة، واللي هو بيخلي للإنسان يطور مهارات إيصال الرسالة بين المرسل والمتلقي. والورشة الثانية الاتصال الرقمي، أكثر من مجرد تويتر وفيسبوك. من خلال هذه الورشة تعلمنا كيف أن نتواصل نحن كجهة حكومية مع الآخرين، كيف ممكن أن نستقبل اقتراحاتهم، كيف ممكن نستقبل آرائهم، ما نهملها، لا نركز عليها، نشوف شو الإيجابيات منها شو السلبيات. في اليوم الثاني الورشة الأولى العلاقة بين المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام وكيفية إيصال الرسالة الإعلامية للجمهور. والورشة الثانية المؤتمرات الصحفية استراتيجيات وتقنيات.
دخول الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي حفظه الله ورعاه في المنتدى وإثراءه في هذه المواضيع أسهم في تحريك الاتصال أو وجوب المؤسسات الحكومية التواصل مع الجمهور بشكل مباشر. تدريب المشاركين على المهارات المطلوبة للخروج بنماذج اتصال حكومي ناجحة وفعالة تحقق الرؤية العامة للحكومات. طرحت الورش وبقوة كل أسس الاتصال الحكومي من الملاحظة والإصغاء والتفاعل والتخاطب والتواصل، وطرح العناصر الرئيسية التي يجب دمجها في هياكل الاتصال الحكومي. مرحبا بكم مرة أخرى أخت محبوبة. أكثر الجلسات بعد الجلسة اللي شاركتي فيها في المنتدى جذبتك؟ الجلسات كلها حسيتها يعني مفيدة لنا جميعا. الجلسة اللي وايد جذبت انتباهي كانت اللي يدير الحوار ترك الدخيل، أيضا كان عن التواصل الفعال، كان يدير الجلسة بشكل فعال وحيوي، وكان يعني مع أنه كان يتكلم عن جانب أكاديمي كان يضيف نكهة من الكوميديا في التقديم، وكان فكاهي يعني تقديمه كان رائع. جميل. في نقطة يمكن أخت زينب تناولها المنتدى واللي هي قنوات التواصل الحديثة والوسائط الجديدة بالنسبة لفيسبوك تويتر وغيره، الشباب أكثر شيء يقبلون على مثل هذه القنوات التواصلية الحديثة، يحبون يتفاعلون فيها، يطرحون قضاياهم أفكارهم. في رأيك كيف كان النقاش حول تويتر فيسبوك انستغرام أي حاجة مرتبطة بهذه القنوات التواصلية الحديثة، شفتيها يعني أو شفتي المنتدى أعطى مثل هذه المسائل حقها؟ في تواصل حديثة وفي تواصل قنوات تواصل قديمة. الأكثر انتشارا والأكثر استعمال هي التواصل الحديثة. إذا أنت تبي تركز على شاب لازم تركز على وسائل التواصل الاجتماعية مثل فيسبوك تويتر بلاك بيري، هاي الأكثر تواصل الحين. فإن أنت تبي توصل فكرتك لشاب معين تستخدم التواصل الحديث. أنا أقصد أن المنتدى تناول هذا الجانب وركز عليه في بعض الجلسات. أنت في رأيك أن المنتدى أعطى مثل هذه الأشياء حقها؟ ولما سمعتي مثلا كانت يعني جلسات ترك الدخيل كان فيها مناقشات حول هذا الموضوع مع لبنى القاسمي، شيخ لبنى القاسمي، وأيضا نورة الكعبي، كان فيها إضافات حول هذه المسألة، شفتي أن الجلسات أعطت هذا الموضوع حقه؟ خاصة بالنسبة للشباب اللي هو آخر جلسة جلستنا الثالثة كانت آخر شيء فيها تصويت وسائل الاتصال اللي أكثر تفاعلا، فكان أكثر شيء عبر الهاتف. تصويت الجمهور كان أكثر شيء على الهاتف. حلو. فأنا شفت أنه أعطت حقها. رأيك أنت في هذا الموضوع؟ اللي قالت زينب أنه في المنتدى كانوا بشكل كبير ايضا مهتمين بوسائل التواصل الاجتماعي، لان نلاحظ ان الشباب بفئه كبيره منهم اتجهوا لهذه الوسائل التواصل الاجتماعي، وايضا من خلال مداخله الاستاذه نوره الكعبي قالت ان يعني الاقبال الكبير من الشباب لاستخدام هذه الوسائل، وايضا ركزت على ناحية ثانية كيف أن الحكومة تتواصل مع الشعب من خلال هذه الوسائل. شكرا لكم، يعطيكم العافية أخت محبوب عبد الرحمن، زينب أيضا الطويل، شكرا لكم على تواجدكم هنا، وإن شاء الله في المستقبل نشاهدكم في المنتدى بكونكم ضيوف وأيضا إعلاميين بارزين إن شاء الله، بالتوفيق لكم. أيضا شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لنا في حلقتكم من برنامج 30 دقيقة. نلتقيكم غدا في نفس الموعد 8 مساء. إلى اللقاء.